الموضوع تغير خالص يا برايز لما وصل حكاية اتصال الملك سلمان والصيغة اللي جت في كل وسائل الأنباء. هذا الوضع اتغير خالص لما وصل للإعلام السعودي المحنك. حيث أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، أعرب فيه حفظه الله عن شكره لفخامته على ترحيبه بمقترح المملكة العربية السعودية بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. وأكد خادم الحرمين الشريفين حرص المملكة على علاقتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك، وأنه لم ينال أحد من صلابة هذه العلاقات. أم بناء على المقترح اللي اقترحته البيان، شوف انت اللي طلع في اللقاء مين اللي اقترح الاقتراح، والاقتراح لما وصل للسعودية مسافة السكة بس دي كانت الصيغة. الصيغة اتغيرت تماما بعد ان كان الهجوم المبرح على اردوغان في الاعلام السعودي هو العنوان، وسبحان مغير الاحوال. مهندس التطبيع مع الكيان الاسرائيلي رجب اردوغان. اردوغان اوهام السلطان زواج متعة بين العثمانية والإخوانية. لا ينسى ولن ينسى التاريخ ما أحدثه أردوغان وجيشه التركي رجب طيب أردوغان رئيس تركيا. أردوغان شخصية مريضة. أنا لا أعرف عن يعني عن 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 ماذا يتباهى أردوغان. لا أدري عن ماذا يبحث أردوغان. أردوغان كثيرا ما انتهج اسلوب المزايدات الرخيصة من اجل مكاسب سياسية شخصية تخصه.